في الباك طليت نلقى الكوجينه تعبت عليه بالحاك. كلموني جيراني قالوا لي راهم قاعدين يفرغوا لك في الدار. قبالي تو واقف قدام دار ويقولوا له ادخل ادخل ادخل. لك راهب اللي هبطك ما عندكش فكره. جا بحذايا وعمل سيجار وهاي قهوه ويعمل هكا يحط لي المينوت في يدي. وصل كله فم هكا وهزه. حشيها في الكربه. احنا في بلادنا ولينا ارهابيين. رجلي مات بالغلبه نتاع داره. قرارات بالخروج بالقوى العامه صدرت في حق مجموعه من الناس. في الكرم نفذ الحكم هذا على عائله قرط في شهر اكتوبر الفارط. نفس الحكم تم تنفيذه على عائله مدام عواطف في الكرم في فيفري 2017. في رواد الشط الحكم هذا نفذ على مجموعه من العائلات منذ 2013. نهار ثلاثه قاعده مزيكه قمت نغسل في المعون في الكوجينه ندوق. انا نسمع في الدبك طليت نلقى الكوجينه تعبت عليه بالحاك. ياخذوا بشبيكهم قالوا لي مش نخرجوك عليه شنو عملت؟ لو 14 فيفري 2017 انا خرجت ورجلي خرج وولادي يقراوا. كلموني جيراني قالوا لي راهم قاعدين يفرغوا لك في الدار. عندي قبيله هبطت لريانه نقضي فيها. ما راهني كان رجعت نلقى داري مشمعه، قالوا لي راهو جاو راهو مش مشمعوا لك دارك انت برك، راهي الصفه هذه الكل فما يجي ثمانيه ديار ولا قد ايه كلها مشمعه. تنفيذ حكم الخروج على الناس هذم كان بطريقه تعسفيه، الشيء اللي خلى الناس تعيش حاله من الرعب والخوف. انا جاري قال نخسر عندك رهيبي في الدار، الكرهب اللي هبتك ما عندكش فكره. هبطت كراهب راهي غير عادية راهو لونها كلها مسكرة الأربعة. تم جيران واقفة اللي تو واقف قدام دار ويقولوا له ادخل 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 فكان بورتابلوات. تصور أنت بوليسية يفركسوا الفوق يفركسوا فينا يفركسوا فينا نحن إرهابيين احنا احنا في بلادنا ولينا إرهابيين. يخلعوا في الكلاسات معناها كانوا إرهاب ولا واللي أنت جاي على دار باش تخرج دار مو جاي تفركس في السلاح ولا في الغلاح. العائلات تلقى روحها في لحظة في الشارع من غير سقف يلمهم وزيد عليه اعتداءات الامنيين عليهم. مشاو البنت كيف كيف شدوه هي جات باش فك عندها البورتابل جا فك لها البورتابل في بالها باش تسوق. مشات عيطت للجاره باش تعيط جارتها تفجع زعما باش يعاونوها. هيك وسك لها فمها هكا وهزه حشيها في الكربه راكب لها الواحد. انا كيف ريت هكاك خفت بصراحه مانيش مستانسه بالشيء هذايا. لان احمد ربي ما صارتليش جلطه ولا حاجه. راني وليت حشيت بولي هبطه لروحي ماش نجم في مريضه انا اصلا مريضه بالقلب والدم والدنيا كل. كي جيت انا تضربت ولدي تضرب حزونا حطونا في الوحده نتاع ذيك نتاع سيدي بوسعيد حزونا خليونا من الصباح من العشره نتاع الصباح حتكشي الاربعه نتاع العشيه حتى لين فرغوا كل شيء. مش تهزت وها ما خلوهاش، ولي صغير ست سنين يبكي ترعب، سايبولي مماتي سايبولي مماتي. اعتداوا على امي وقت اللي امي جاتها جابتها الطفله وكل لقات البوليسيه دفروها. على الطفله دفروها هي بالشيز غولونت قلبت بكلها. انا رجلي معناتها تحمست تحمست على داره، نهار تحمست رجلي مات بالغلبه نتاع داره، معناتها داره مبنيه من اعز ما يكون وعلى ثلاثه ايقان وخسرنا عليها الهوت كبدو في الاخر. يجي واحد يقول هذه داري. محمد قرد تم استدراجه لمركز الأمن متاع المنطقة وين تم الاحتفاظ به حتى يقوموا أعوان الأمن والبلدية تنفيذ قرار الخروج على أم وأخته الموجودين في الدار وحدهم. مشيت الصباح قلت له راه جاني استدعاء ما عندي رئيس المركز. قال لي يجي بحذايا وعمل سيجار وهاي قهوة ويعمل هكا يحط لي المينوت في يدي ويربطني في الكرسي. قلت له اش فما لاباس يا أخي شنو اللي فما؟ قال لي فيك برقيه من النيابه العموميه بتوقيف وحسيته ما يسيبني كان ما نصحح له. فهمني؟ وين انا وقتها حتى لو كان لازم نصحح له على الدار نصحح له خاطر وليت خايف لا يعديوني بتهمه وليت خايف زاد على ما نخرجش من غادي وليت عطيني نمنع نخرج من غادي. قرار الخروج اللي تنفذ على العائلات لا يزي يحرمهم من ديارهم ويزيد خرجوا من غير حوايجهم وفلوسهم وذهبهم وحتى دوايتهم. أنا حوايج ثلاثة أيام أربع أيام ما بدلش حوايج. ما بطش بذومة راني. هبطوني في مريول. وبلا محرمة.
وانا متدينه وش الجيب لهنا وتلوحت في الشارع لا ملحفه لا فرشيه لا حد شيء. هذه تونس. انا تو عندي 3 ايام ما بدلت حتى قطعه من لحمي صغاري كوش يا رسول الله ترمي له كوش ما خليوا لي حتى شيء لا تبش اولادي يقراوا لا تبش ولا دواء ولدي اللي هو ازمتي وداري فرغوا لها حوايجها الكل هزوا لي فلوسي هزوا لي صيغه حمايتي اش باش نقول لك ما خليوا حتى شيء جيران اللي يجيبه في الماكله وليت لي انا طالبه عقاب عمري ويرحم والديهم اللي يجيب في الحليب واللي يجيب انا كنت رافض لافز يا خيري توان رئيس المركز والعدل المنفذة ما عندهمش حق يحطوا لي درشي عندهم هومش دخلهم سألنا العائلات في الكرم وقتاش وكيفاش شريوا الأراضي متاعهم شريناها المترو ب 150 فرنك وبالطابع ومرونا منظمة وحكان واحد اسمه عم العربي فهمت كواش هذا اللي كان سبب في الأراضي بعد الناس الكل هنا 54 سنة نص من هنا بنيتها هذية تشوف فيها هذية بشكرة سيما رجل يبني وستة أولاد عندي صغار ونبني بالشكاره وهام الجيران كلهم يشهدوا. انا عندي ساعه شهاده بتاع الحوز متاعي من 1996. وتوجهنا بنفس السؤال للعائلات اللي تسكن في رواد الشط اللي فيهم ناس تسكن عندها 20 سنه واجاباتهم كانت هكا. انا الارض متاعي خذيتها عام 2001 شريت 200 وحكيت 264 متر في بالي يكفي معناتها. وسجلتهم في القباض وامورنا واضحه وفي دفتر خانه كل شيء مريق. انا شريت ارضي في عام 2011 قبل ما نشري مشيت شفت دفتر خانه مشيت شفت البنوك بلش عندها قرض الا المحكمه ما مشيت شفت وهي العقار كيف يقول لك فما عقار في نزاع فما قيد احتياطي في المحكمه في دفتر خانه ماهوش موجود رقيتها تملك شاريه من عند الملاك الاصليين. العائلات في الكرم يقولوا اللي فما شكون حيل عليهم واستغل جهلهم وانهم ما كملوش سجلوا عقاراتهم في دفتر خانه. بدا جانا انسان قدم روحه على اساس هو محامي وكلته الدوله باش يشوف الديار اللي مش مسجله باش يسجلها على خاطر الاجانب باش راهم باش يرجعوا وبالخصوص اليهود عن طريق عاد الاشهاد من هنا من الكرم فهمني جيت استدرت الدول وفي الفيراندا قعدت وحسبت روحها ناس مليح وبالكدا هما زوز مراه وراجل عاد المنفذ وهي وياه. مرعانا بعد 6 شهور يجينا استدعاء من المحكمه. جينا استدعاء من المحكمه على اساس الاجانب شاكين بينا في الارض نتاعهم. من غادي بدات الحكايه وبدات المعاناه وبدات الخسائر وتضحيات وديجا بابا مات فيها ماما وما زلنا باش تكمل الوالده. انا ما زلت باش نسجلها سبت هي تسجيل وحطت تسجيل حتى التسجيل مزوره فيه بالمرسى. حتى المرسى المدينه احنا الكرم الشرقي. وقت اللي جيت نتكلم فيهم فما لعبه كبيره صارت في المحكمه العقاريه وفما برشا حاجات صاروا اللي تبدلت المعطيات الكل المحامين الكل ورؤساء المحاكم واللي مشيت لهم الكل قالوا لي راهو عندك حق 100% كي نمشي للمحكمه ما نلقى حتى حق. مانيش انا بركه ديجا فما برشا وحود فما في حلق الواد فما في عين زغوان انا فما ورايا من هوني نفس التنفيذ اللي صار ليا انا صار الارض زوز من الناس ورايا في رواد. الست عائلات اللي وقع تنفيذ قرار الخروج عليهم ياكدوا اللي عقاراتهم مسجله واللي خصمهم قام بتدليس اوراق رسميه باش ينجم يفك لهم عقاراتهم. انا داركي هذيا مفخمه برشا واحد والكل ما نجمش يخرجكم منها ما اعطيونا حق الارض أو نبدأ من وقتها ولات المشاكل عام كامل وين نبني بعد عام جيني قال لي راي الدار هذه داري قلت له كيفاش دارك قال لي داري وراو باش تخل زعما قد شريتها انت قال لي انا نطول نبيع لك تيران بيحولك 200 دينار المتر قلت له علاش ما قلتليش قال لي ريتك عامله كيف هكا يتمسخر عليا وتبني وبالكيف ما حبش نطير لك كيف بلا سيفه تجي تقول لي داري جبد لي كرهبته كيما قالت لك جارتي جبد لي المؤيدات جبد البلان عملت هكا هو كي غزرت البلان التقسيم غزرت لونتيت نتاع البلان فيه محكمه الناحيه مش ما ديوان قيس الاراضي فهمتني قلت له هي قال لي مازلت مس حاجه في يدك تعرف شنو نعمل لك نعذبك عذاب اليم. وبين المحاكم والجلسات العائلات لليوم ما لقاوش حقهم. عائله قرط تقول اللي الشاكي ما عنده حتى صفه بما انه
بهم شري من عندي هودي وهو ميت توسني من الثورة وأنا نجري نفركس نتابع لي ريفيرونس أنا نتصل بالأجانب المقيمين في تونس قالوا لي احنا لا ما نملكوش لو كان نملكو أنا قال لي يجيك شخصيا نكتشف اللي شاكي بيا اللي هو الأجنبي اللي هو مولى الدار متوفي من عام 94 بيعني اللي شاكي بيا متوفي ورفع بيا قضية معناتها ميت رفع بيا قضية وجبت له أكد دي سي عند أمه تثبت اللي هو الشخص هو بيدو وتتبع حسب الدفتر خانة نفس الشخص شنو يكون الرفض؟ ترفض ضدي الاسم غير مطابق لأنه أنت قدمت مارسيل كلود رافائيل وهو مارسيل كلود رافائيل مع أنه فما شكون استعملها في عقار في كارتاج وفما شكون استعملها في عقار في حق الواد لكن أنا جاني لي أنا قال عدم جيد الوثيقة والعائلات في رواد الشط تقول للمحامين متاعهم من الأول قاموا بأرشا أخطاء خليت خصمهم يربحهم ولو في المرحلة الأولى من القضية مشيت أنا وياها بكل بلاصة مشينا وزارة التجهيز خاطر قال فما تحجير التحجير ما هوش موجود فهمت مشينا ديوان قيس الأراضي ما لقيناش تقسيم طلبنا إذن على عريضة من المحكمة باش تعطينا شهادة اللي وخذينا الشهادة حضرنا الملف أنا الملف حضرناه قبل ما نقوموا بالقضية فهمت وهذه محامية غلطت الأولى والثاني غلط والثالث غلط والله قاعدة بيتها كيفاش يغلطوا محامين بغزار هكا كلها أخطاء والله أعلم كيفاه قمنا بشكايات راهو السيد وكيل الجمهورية كي تجيب ما تحكي مع حد يقول لك دوسي سخون دوسي سخون شنو معناتها دوسي سخون وفي انتظار القرار النهائي للمحكمة اللي باش يعطي لكل واحد حقه الناس هذم مازالوا يعيشوا لليوم على أمل الواحد فقط إنه يرجعوا لديارهم اللي تحرموا منها منعوا العباد منعوهم فيقوا شوية فيقوا شوية فيقوا الحكومة ياسر راقدة على وذنيها تمشي تشوف شنو اللي صاير في البلاد تشوف العباد كيفاش عايشة شوف الناس كيفاش تغرف في الفلوس وقاعدة تاخذ في الفلوس الحرام أنا طالبة حقي وطالبة من الوزير طالبة من الحكومة ليه باش أعطيوني عانة أعطيوني حقي برك أنا نتمنى داري نعيش فيها حتى مدة معينة ونموت ما يسالش رضي حتى راجلي في قبره معناتها يعرف اللي حق وما مشيش هدر ماذا بينا نرجعوا لديارنا وأنا نأمن بالأمن ونأمن اللي باش نرجعوا لديارنا خاطر ذاك حقنا ويقعد ملف التحيل في العقارات من أكبر الملفات في المحاكم اليوم والسؤال المطروح شنو لازم يعمل المواطن كيف يحب يشري عقار؟ شنية الإجراءات اللي لازم يقوم بها قبل أي شرية؟ الأسئلة هذه وغيرها نجاوب عليها اليوم في برنامج ما لم يقل.